اللاعب ياسر محمد. بص ركلات الحظ الترجيحية، قلت لحضراتكم ابتسمت مرة لمنتخب الأليوبية وابتسمت مرة لمنتخب بني سويف. أي نعم في اللقاء قبل النهائي كانت ابتسمت لمنتخب بني سويف أمام منتخب الإسماعيلية، والنهاردة تبتسم لمنتخب الأليوبية أمام منتخب بني سويف. هي دي لعبة كرة القدم، وهي دي أجواء كرة القدم. يوم ليك ويوم عليك، يوم هتفرحك ويوم هتزعلك، يوم هتخليك فوق ويوم هتخليك تحت، لكن على طول لازم نشيد بمنتخب بني سويف، ولازم نشيد باللاعبين، ولازم نشيد بمحمد أيمن. يمكن الحظ ما كانش معاه النهاردة، يمكن تسبب في كرة الهدف الثاني اللي ارتطمت فيه ودخلت الشباك، يمكن أضاع ركلة ترجيحية الكرة اللي جت في العارضة، لكن منتخب الأليوبية قدر إن هو يسجل الأربع ركلات ويفوز على منتخب بني سويف 4-3 بركلات الحظ الترجيحية. مبروك لدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالأليوبية والمجهود الكبير اللي عمله مع منتخب الأليوبية. مبروك أيضا لسيادة محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية. لكن بص الركلة الترجيحية اللي كانت موجودة الأخيرة من ياسر، يعني حطها بكل وضوح، وحارس المرمى تألق فيها حازم خالد وتصدى للركلة الترجيحية اللي قدر منتخب الأليوبية إن هو يفوز ببطولة دوري مراكز الشباب في النسخة العاشرة كأول مرة لمنتخب الأليوبية. قلت لحضراتكم البطل سيحصل على 200,000 جنيه كمركز أول، والمركز الثاني سيحصل على 150,000 جنيه، والمركز الثالث سيحصل على 100,000 جنيه، والمركز الرابع سيحصل على 50,000 جنيه. في انتظار تسليم الجوائز، في انتظار تواجد معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على المنصة، في انتظار تواجد اللاعبين من كلا المنتخبين للتسليم الجوائز، لازم أوجه الشكر لوسام فاروق مدير عام مراكز الشباب مدير البطولة على المجهود الكبير اللي قدمه وساعدنا كتير في المعلومات اللي قلتها لحضراتكم في هذه المباراة. يعني مجهود يبذل فيشكر من وسام فاروق. لازم أقول الأبطال، ولازم أقول الجهاز الفني لمنتخب الأليوبية. أبدأ بالجهاز الفني، كابتن رمضان السيد، كابتن عادل حمودة، كابتن محمد نوفل، كابتن عمر حسن، دكتور إسلام سمري. لازم أبدأ بكل اللاعبين، حازم خالد في حراسة المرمى، عمرو عيسى، إسلام أشرف، عبد الله الشعراوي، محمد عمر، حازم حفناوي، شريف سابق، حسين وفيق، علاء عصام، عبد الله ابراهيم، محمد رضا، محمود نعيم، احمد طارق، محمد يوسف، غنيمي احمد، احمد ممدوح، عمرو رأفت، احمد زين العابدين، احمد نبوي، محمود عادل. مبروك لمنتخب الاليوبيه، هارد لك لمنتخب بني سويف اللي ايضا لازم اشكرهم على المجهود اللي قدموه. لازم اشكر بدايه من الجهاز الفني، بدايه من وائل عبد العال المدير الفني، فكري شعبان المدرب، محمد عزوز مدرب حراس المرمى، دكتور حسام جابر اخصائي الاصابات، محمد علي المدير الاداري، المشرف احمد معوض، صلاح طنطاوي في المهمات. لازم اشكر كل اللاعبين، كريم ياسر بدايه من حارس المرمى كريم، لعمرو مصطفى، لعمر محمد، لعبد الفتاح عبد اللطيف، لمصطفى سلامه، لمحمد ايمن، لعبد الرحمن ناصر، لزياد عصام، لاحمد محمد، لمحمد درغام، لياسر محمد، لعبد الرحمن محمد، لعبد الرحمن جاد، لحسين اشرف، ليوسف عجمي، لاسامه الشرقاوي، لاحمد السيد، لمحمد رشدي، لسيد احمد، لاحمد رجب، لاحمد محمد. لازم اشكر معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي على هذا المجهود الكبير المبذول في هذه البطولة دوري مراكز الشباب اللي يعني 9 نسخ ماضية، ودي النسخة العاشرة. النسخة الأولى اللي كان فاز بيها مركز شباب العمراوي بالأسكندرية، النسخة الثانية اللي كان فاز بيها منتخب الغربية، النسخة الثالثة اللي كان فاز بيها منتخب محافظة السويس، النسخة الرابعة أيضا اللي كان فاز بيها منتخب محافظة السويس، النسخة الخامسة اللي كان فاز بيها محافظة الأسكندرية، النسخة السادسة اللي كان فاز بيها منتخب محافظة المنوفية، النسخة السابعة اللي كان فاز بيها منتخب محافظة الغربية، النسخة الثامنة اللي كان فاز بيها منتخب محافظة الإسماعيلية، والنسخة التاسعة اللي كان فاز بيها منتخب محافظة الوادي الجديد. وهنا تسطر خطوط جديدة وتسطر أرقام جديدة لمحافظة الأليوبية بالفوز بالنسخة العاشرة لدوري مراكز الشباب، البطولة الكبيرة، البطولة التي تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب والرياضة في مصر. يعني
تشوف الأجواء وتشوف الجماهير وتشوف المتعة وتشوف التواجد، ويعني زي ما قلت لحضراتكم كرة القدم أوقات تفرحك وأوقات تزعلك، أوقات ترفعك وأوقات يعني تخليك في مكانة صعبة شوية، لكن في الأخير هي كرة القدم، في الأخير هي لعبة ولعبة ممتعة، وهي اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم. تسمع الأغاني الجميلة، الأغاني الوطنية، أيوة علي الأغاني كده، سمعنا الأغاني الوطنية العظيمة، سمعنا الأغاني اللي بتخلي يعني كل الشعب وكل الجمهور وكل المتواجدين في استاد القاهرة يكونوا يعني متواجدين بأحاسيسهم وشعورهم تجاه بلدهم جمهورية مصر العربية. إن شاء الله مصر دائما في أمان. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يعني في انتظار النزول للمنصة وتسليم الكأس وتسليم الميداليات، وبارك لمنتخب الأليوبية وهارد لك لمنتخب بني سويف. زي ما قلت لحضراتكم كرة القدم تشعر معها أوقات بالفرحة والسعادة، وأوقات تتذوق منها طعم المرارة والخسارة. لا أحد في المباريات النهائية يخرج مبتسما، الفائز يخرج باكيا من شدة الفرح، والخاسر يخرج بالدموع حزنا وأسفا. لا يحدث هذا سوى في كرة القدم، لذلك أنا أعشقها لعبة كرة القدم. في انتظار نزول معالي وزير الشباب والرياضة إلى المنصة لتسليم الجوائز، وفي انتظار حفل الختام هيكون أمام حضراتكم بقى يعني حفل ختام البطولة، بطولة دوري مراكز الشباب في نسختها العاشرة، وبعد كده هيكون فيها تسليم، بعدها بقى تسليم الجوائز في هذه الأجواء الرائعة وهذه الأجواء الممتعة. يعني قلت لحضراتكم إن منتخب بني سويف اللي خسر البطولة عنده غيابات بالجملة، يعني بداية من هداف الفريق حسين ميسي اللي سجل 5 أهداف في هذه البطولة، كان سجل في دور ال 32 في مرمى كابيتانو مصر، وكان سجل هدف في دور ال 16 في مرمى منتخب أسيوط، وكان سجل هدفين في دور ال 8 في مرمى منتخب إنا، وكان سجل هدف في دور قبل النهائي في مرمى منتخب الإسماعيلية. لك أن تتخيل أن هذا اللاعب غائب لتعرضه لكسر في الترقوة، ويعني خسارة كبيرة اليوم لمنتخب بني سويف. يعني إصابة أحمد حسن بالرباط الصليبي بعد مباراة دور ال 16 أمام أسيوط، ودي الركلة الترجيحية اللي يظل يتذكرها محمد أيمن، يعني بعد ما ارتطمت بيه الكورة ودخلت في شباك فريقه معلنا الهدف الثاني، ضيع ركلة ترجيحية يعني لم تبقي على فريقه كبطل لهذه النسخة. لكن بتحصل كتير، ومش عايزين نقسى على محمد أيمن، ومفيش مشكلة خالص، تقدر ترجع النسخة القادمة وتقدر تتوج بهذه البطولة من جديد. ودي حارس المرمى حازم خالد، قلت لحضراتكم على الناحية الأخرى هتلاقي البكاء وهتلاقي الحزن والمرارة، وعلى هذه الناحية هتلاقي الأفراح وهتلاقي الأهزيج، وهي دي لعبة كرة القدم زي ما قلت لحضراتكم، دائما تفرح ناس وتزعل ناس، ويعني هي دي متعتها. كان في إصابة لحارس المرمى كريم ياسر أيضا بكسر في كف اليد أثناء مباراة منتخب الإسماعيلية في قبل النهائي، كان في إصابة لأحمد عبد النبي بالرباط الصليبي أثناء مباراة منتخب الإسماعيلية في قبل النهائي، كان في انضمام لمحمد جمال إلى مجندي القوات المسلحة لخدمة الوطن في متابعة من معالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي في استاد القاهرة الدولي، كان في سفر لاعبين محمد طلعت ووحيد حامد خارج البلاد للعمل، كان في اصابه نجم وهداف الفريق واللي سجل في كل الادوار زي ما قلت لحضراتكم حسين ميسي. لكن بص اللقطات، تابع معايا الاهداف، يعني الهدف الاول الخطا اللي كان موجود واستغله عبد الرحمن محمد، رقص حارس المرمى وسجل الهدف الاول لبني سويف. هذا بص المهاره اللي كانت موجوده وخرج للاصابه عبد الرحمن. استنى معايا بقى شوف الهدف الثاني هو عمل الاسيست ازاي. لكن ده التعادل الاول اهو، ادي التعادل لمنتخب الاليوبيه بركله حره كانت ممتازه من عمر، من محمد عمر على يمين حارس المرمى وهو كريم ياسر،
بص لعبها بشكل ولا اروع وكانها ركله جزاء. تشوف بقى الهدف الثاني لبني سويف صناعه عبد الرحمن، بص لعب الكره ازاي وشاف ياسر، وياسر على طول يسجل الهدف الثاني لصالح منتخب بني سويف. لكن بص 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 الكره دي، بص الكره دي عرضيه عابره للمحيطات والانهار وكل حاجه، قول زي ما عايز تقول. بص كره ملعوبه وركله ترجيحيه كانت ضاعت بقى من ياسر اللي سدد وسجل الهدف ده، يعني سجل الهدف الثاني واضاع ركله ترجيحيه. بص بقى هدف التعادل، الكره اللي كانت موجوده من منتخب محافظه القليوبيه، اتلعبت الكره على حدود منطقه ال 18، دي كانت تسديده وكانت خرجت خارج الملعب الى ركله مرمى في واحده من المحاولات لمنتخب القليوبيه. حاولوا كتير عشان يسجلوا هدف التعادل لحد ما كره كانت من ركله حره ارتطمت في محمد ايمن وسكنت شباك حارس مرمى وهو كريم ياسر، وده كان الهدف الثاني. رئيس جمهورية مصر العربية. عموما لسه الفقرات مكملة والجوائز كمان نسمع مع بعض والإثارة والانبساط مكملين. درع دوري مراكز الشباب لف لفة طويلة جدا علشان يوصل لاستاد القاهرة، هنا لف المحافظات، حضر التدريبات، ومعاه نجم كبير قوي من نجوم الكرة المصرية. قرر انه يتابع ويحلل ويتفرج ويدعم ويشجع ويجي كمان بنفسه عشان يسلم درع الدوري، دوري مراكز الشباب توتال انرجيز 23-24. تعالوا مع بعض الاول نتعرف على نجمنا. هو اكثر من ارتدى قميص منتخب مصر في تاريخ الكرة المصرية. هو عميد لاعبي العالم، الكابتن احمد حسن نجم الكرة المصرية. هو اللي هيقدم الدرع بنفسه للمتوجين برفقة الحضور الكرام الكبار. لكن تعالوا مع بعض نشوف الدرع علشان يوصل لهنا لف فين لحد ما جه لاستاد القاهرة. الزميل العزيز هاني حنحوت وتقديمه للكابتن احمد حسن، هو اللي هيسلم الدرع النهارده، عميد لاعبي العالم. هنبص الدرع بقى اللي قال لك لف كل محافظات مصر. مبروك لمنتخب القليوبيه من جديد، وهارد لك لمنتخب بني سويف. بص الدرع اللي تواجد في كل التدريبات. ايضا لازم ننوه ان محافظ القليوبيه المهندس ايمن عطيه راح التدريبات اكثر من مره ونزل مع الفريق غرف خلع الملابس قبل المباراه، وعدهم بمكافآت كبيرة لو قدروا ان هم يفوزوا بهذه البطولة. بالفعل اللاعبين وعدوه وأوفوا بالوعد. دوري مراكز الشباب اللي أكيد من خلاله بيخرج لاعبين متميزين وأسماء، وقلت لحضراتكم إن هنشوف مين أفضل لاعب في هذه البطولة لأنه هيكون متواجد في فترة معايشة مع أحد الأندية الفرنسية. أدي الدرع أمام حضراتكم، النسخة العاشرة، 10 نسخ، بداية من موسم 2013-2014. دوري اللي ولد كبير، دوري مراكز الشباب، كان وقتها ما فيش كورة في مصر بسبب الأحداث اللي كانت موجودة. دوري مراكز الشباب وقتها كان هو المتعة، في نسخة أولى فاز بيها مركز شباب العمراوي بالأسكندرية،
ونسخة تانية فاز بيها منتخب الغربية، نسخة تالتة فاز بيها منتخب محافظة السويس، نسخة رابعة فاز بيها أيضا منتخب محافظة السويس، نسخة خمسة فاز بيها منتخب محافظة الأسكندرية للمرة التانية، نسخة سادسة فاز بيها منتخب محافظة المنوفية، نسخة سابعة فاز بيها منتخب محافظة الغربية، نسخة ثامنة فاز بيها منتخب محافظة الإسماعيلية، نسخة تاسعة فاز بيها منتخب محافظة الوادي الجديد، والنسخة العاشرة اليوم فاز بيها منتخب محافظة القليوبية. بص الأجواء الممتعة، ويعني أجواء تدعو للفخر لبلدنا الحبيبة مصر. وزارة الشباب والرياضة ومجهود يذكر فيشكر لمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. خلاص هداف البطولة هو محمد رضا، لاعب منتخب الألوبية بست أهداف، اللي قلت لحضراتكم سجل في كل الأدوار ما عدا النهاردة، ما سجلش في الدور النهائي. يعني سجل في 32 و16 و8 وقبل النهائي، لكن لم يسجل ولم يسجل في دور النهائي. لكن في الأخير يقول لك أنا مبسوط إن منتخب الأليوبية هو اللي فاز، فريق اللي فاز بالبطولة. الأجواء الممتعة من استاد القاهرة الدولي، والنظرة من معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وأكيد الفرحة متواجدة وموجودة داخل أعماقه وداخل قلبه، إن مصر العظيمة ودوري مراكز الشباب بهذا الشكل العظيم، والنسخة العاشرة يعني 10 سنوات، سواء كان في تواجد من قبل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، يعني جيل بيسلم جيل، وهي دي مصر، والكل يعمل لخدمة الكرة المصرية ولخدمة أم الدنيا جمهورية مصر العربية. وادي الاحتفالات متواجدة في محيط استاد القاهرة الدولي. للتجهيز لتسليم الدرع وتسليم الميداليات، ميداليات المركز الثاني منتخب بني سويف، وميداليات المركز الأول والدرع لمنتخب الأليوبي. أكيد حضراتكم مستمتعين، وأكيد الجمهور اللي في المدرجات مستمتع بهذه الأجواء الرائعة. يعني حسين وفيق من أفضل لاعبي البطولة، قلت لحضراتكم واحد من المرشحين لجائزة أحسن لاعب، لاعب مركز شباب المنزلة، لاعب محافظة أو لاعب منتخب الأليوبية. عبد الله ابراهيم ايضا كان سجل هدف في مرمى الوادي الجديد في دور قبل النهائي، عبد الله الشعراوي كان سجل هدف في دور 32 في مرمى منتخب القاهره. يعني نتحدث عن منتخب الاليوبيه والدور الكبير اللي قدموه في هذه النسخه، 11 هدف تم تسجيلهم لمنتخب الاليوبيه في دوري مراكز الشباب، محمد رضا لوحده مسجل 6 اهداف. كان سجل بقى زي ما قلت لحضراتكم عبد الله ابراهيم وعبد الله الشعراوي وحسين وفيق وعمرو عيسى. بقيه الخمس اهداف لازالت الاجواء الممتعه، ولا زالت الاحتفالات، ولا زالت الأهازيج متواجدة في استاد القاهرة الدولي في دوري مراكز الشباب في النسخة العاشرة. ما
مشاركة 27 محافظة، مراكز الشباب المشاركة 1600 مركز، الدوري اللي اتنفذ على 3 مراحل بمشاركة 1600 فريق في مرحلة التمهيدي بإجمالي 935 هدف، المرحلة الثانية مشاركة 600 فريق مرحلة دوري المحافظات إجمالي الأهداف 823 هدف، المرحلة الثالثة مشاركة 32 فريق إجمالي الأهداف 62 هدف، وبالأربع أهداف النهاردة يبقى 66 هدف، إجمالي اللاعبين المشاركين في دوري مراكز الشباب 40,000 لاعب، الأجهزة الفنية 2613 كابتن، 7530 حكم، 258 ملعب قانوني، 3000 مباراة. ركز معايا في الأرقام دي، هتلاقي إن مجهود كبير بذل من معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والقائمين على هذا الدوري، دوري مراكز الشباب. ومنظر رائع باستاد القاهرة الدولي من محيط الاستاد سواء في الداخل أو الخارج. وفي انتظار الحفل الختام، وأيضا في انتظار تسليم الجوائز والميداليات، يعني تعبوا أيضا منتخب بني سويف، السيد هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، السيد ناصر رمضان وكيل مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، السيد صلاح بدر رئيس منطقة كرة القدم ببني سويف، السيد سيد الأمين رئيس نقابة المهن الرياضية ببني سويف، السيدة رحاب صلاح مدير إدارة تنمية شباب بني سويف، الأستاذ أسامة عبد الحميد رئيس مجلس إدارة بليفيا، نقول لهم هارد لك. أدي مستمتع معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بهذه الأجواء في ملعب واستاد القاهرة الدولي، ودايما تكون مبتسم وسعيد لما ترى مجهودك بيتوج على الأرض وعلى الواقع، بتبقى ابتسامة داخلية وابتسامة خارجية وفرحة من أجل الكرة المصرية ومن أجل جمهورية مصر العربية. وأبارك من جديد لدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أبارك لسيادة محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، لا أنسى دكتور محمود الصبروت عندما كان متواجد كمدير عام للشباب والرياضة في القليوبية أثناء تكوين المنتخب، والآن هو متواجد كوكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة. كل من تعب واجتهد في محافظة القليوبية لابد من شكره ولابد من ذكر اسمه، يعني في هذا الدوري الكبير، في هذا الدوري دوري مراكز الشباب. الحضور تواجد أيضا مستر ستراوش من الشركة الراعية للبطولة، يعني حضور عظيم على الأراضي المصرية استاد القاهرة الدولي بهذه الأجواء الرائعة وهذه الأجواء الممتعة. في مباراة توج بها منتخب القليوبية على منتخب بني سويف بركلات الحظ الترجيحية 4-3، بعدما أضاع محمد أيمن وياسر محمد ركلتين ترجيحيتين لمنتخب بني سويف. منتخب الوادي الجديد اللي فاز بالمركز الثالث على منتخب الإسماعيلية الفائز بالمركز الرابع. طب منتخب الوادي الجديد هو الفائز بالنسخة الماضية، النسخة التاسعة، منتخب الإسماعيلية
الفائز بالنسخة قبل الماضية وهي النسخة الثامنة. النهاردة بقى في بطل جديد خالص وهو منتخب الأليوبي. كان من الممكن يكون منتخب بني سويف أيضا كبطل جديد. وآدي السادة الحضور في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي. كل شخص ولكل فرد في منظومة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية. وآدي معالي وزير الشباب والرياضة، وآدي اللقطات الجميلة. يعني والله دائما مصر تعطي مثل عظيم في التنظيم، و2019 كانت شاهدة. شفت التنظيم كان عامل ازاي، وأي بطولة تنظم في مصر، مصر بلد عظيمة، مصر بلد كبيرة. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أجواء جميلة في استاد القاهرة الدولي أصدقاء المشاهدين والمتابعين. وفي انتظار التتويج ولحظات الفرح ولحظات السعادة. حديث جانبي ما بين معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وما بين المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف. الممتع اللي قلت لحضراتكم تم افتتاحه في 23 يوليو من عام 1960. تم تجديده بقى، ويعني يعتبر يمثل حالة رعب لكل فريق يأتي لمواجهة الأندية المصرية أو المنتخب المصري. يعني شفنا هنا مباريات كثيرة على ملعب استاد القاهرة الدولي، شهد مباريات عظيمة سواء للمنتخب الوطني أو للأندية المصرية. وادي لازالت الاحتفالات والأجواء الرائعة. من داخل استاد القاهرة يبدأ التجهيز. من أجل حفل الختام. ومن أجل تجهيز الجوائز والميداليات. وادي الأعلام ترفرف في سماء مصر. الجماهير مستمتعة بهذه الأجواء الرائعة من داخل استاد القاهرة. هنا
نهائي دوري مراكز الشباب في النسخة العاشرة 2024. وادي الدرع اللي كان لف كل المحافظات وتواجد في كل التدريبات يأتي الآن إلى استاد القاهرة الدولي لتجهيزه واستلامه من قبل البطل وهو منتخب الأليوبية بعد الفوز على منتخب بني سويف بركلات الحظ الترجيحية. كل لاعب شارك في هذا الدوري يعتبر تاريخ كبير له انه شارك في دوري مراكز الشباب. ادي مفتاح الدرع ادي الاجواء التشويقيه الممتعه والمثيره الهلال في سماء مصر ولا زال التشويق مستمر ولا زالت الإثارة متواجدة. كل موسم وكل نسخة من دوري مراكز الشباب هناك شكل جديد لهذا الدوري. في النسخة العاشرة قبل وزارة الشباب والرياضة وهذه الأجواء الرائعة في سماء القاهرة. وفي الأخير يظهر الكابتن أحمد حسن نجم المنتخب الوطني ونجم الإسماعيلي والأهلي والزمالك وبشكتاش التركي رحلة احترافية كبيرة عامد لاعبي العالم أحمد حسن وجاهز لتسليم الدرع لمنتخب الأليوبية في هذه الأجواء الرائعة الممتعة. في استاد القاهرة الدولي هذه الليلة ستجد من لا يستطيع أن ينام سواء من الفرحة لمنتخب الأليوبية أو من الحزن لمنتخب بني سويف. الجميع كان يأمل بأن يفوز بهذه البطولة، الكل اجتهد والكل سعى، لكن ركلات الحظ الترجيحية كان ليها كلمة تانية وكلام آخر. 50-50 ابتسمت لمنتخب الأليوبية وأدارت ظهرها لمنتخب بني سويف، لكن دوري منتخب أو دوري مراكز الشباب مستمر. لو ما قدرتش تفوز في هذه النسخة تقدر تفوز النسخة القادمة زي ما قلت لحضراتكم من قبل، إن النسخة الثالثة والرابعة كانت من نصيب منتخب محافظة السويس، النسخة الأولى والخامسة كانت من نصيب منتخب محافظة الإسكندرية.
ومرة وحيدة لكل من منتخب الغربية. النسخة الثانية كانت من نصيب منتخب الغربية أيضا، والنسخة السابعة لمنتخب الغربية مرة وحيدة كانت للإسماعيلية والوادي الجديد والمنوفية، وينضم إليهم منتخب الأليوبية بهذه الأجواء الرائعة. في هذه الأجواء الممتعة في سماء مصر المحروسة، لازم تفتخر بكونك مصري. الألعاب النارية في سماء القاهرة والاحتفال والاحتفالات المستمرة. كابتن احمد حسن، مساء الخير على كل طبعا الساده الضيوف المتواجدين، مساء الخير على احلى واعظم جمهور موجود، اللي هو من غيره كره القدم ما يبقاش ليها طعم ولا ليها معنى. في البدايه انا حابب طبعا اشكر وزاره الشباب والرياضه المتمثله في الدكتور اشرف صبحي، شركه توتال، على ان هم بيوجدوا فرصه لكل شبابنا ان هم يحققوا الحلم. ودايما انا بتكلم على موضوع الحلم، لان انا شايف ان كل واحد عايز يوصل لهدف ويحقق هدفه ان لازم يحلم. كلنا لازم نحلم علشان نحقق هدفنا، كلنا لازم نسعى للحلم ده، ان انا لازم اشتغل واجتهد واتعب علشان احقق الحلم بتاعي. النهارده واحنا متواجدين مع بعض طبعا بنبارك للأليوبيه على فوزهم ببطوله مراكز الشباب، وطبعا هارد لك لفريق بني سويف او منتخب بني سويف. انما خليني اقول جزئيه مهمه، ليه انا بتكلم على حلم وبتكلم على امل وبتكلم على طموح؟ لاني انا بعتبر نفسي واحد من ابناء مراكز الشباب. انا بدايتي كانت في مركز الشباب، وقدرت الحمد لله ان انا احط هدف قدامي واحلم، وقدرت ان انا اوصل للهدف ده وللحلم ده. قدرت ان انا احترف والعب لانديه كبيره والعب لمنتخب مصر، الحمد لله قدرت ان انا البس تيشيرت منتخب مصر، اكتر لعيب لعب بتيشيرت منتخب مصر. فدايما لازم يكون الحلم ده قدامنا. النهارده الناس كلها بتسعى ان هي تساعدنا، وزاره الشباب والرياضه زي ما قلت، شركه توتال النهارده متواجدين علشان يساعدوا كل شبابنا في مراكز الشباب. الحاجه الثانيه والاهم بالنسبه لي واللي بتمناها دايما، ان يكون في مسانده ويكون في مساعده، ان احنا الشباب المتميزين والمتفوقين واللي بيظهروا بشكل كويس، ان لازم نبص لهم نظره ان احنا نساعدهم ان يكونوا في مكان افضل من كده. فرصه كبيره لكل الناس اللي بتشارك في دوري مراكز الشباب ان هي تحاول تحقق حلمها من خلال التواجد. النهارده زي ما شفنا مباراه من اولى اغلب الناس بتشوفها بتتفرج عليها، النهارده شفنا مسانده من الكل، ان الناس كلها متواجده النهارده، قيادات موجوده طبعا في المقصوره، برحب بكل القيادات اللي موجوده. فانت عندك النهارده فرصه كبيره لازم كل واحد فيه يغتنمها، ولازم كل واحد يحلم ان يوصل لهدفه، وان شاء الله باذن الله زي ما انا وغيري كتير، محمد صلاح طلع من مركز الشباب ولاعيبه كتير جدا جدا طلعت مركز الشباب، ان شاء الله دي تكون فرصه ان يطلع من عندنا نجوم يمثلوا ان شاء الله باذن الله اكبر الانديه وكل المنتخبات. طبعا بشكركم للتواجد النهارده، وسعيد ان انا كنت موجود معاكم في اليوم ده وفي الحدث ده. كل الشكر ليكم، ان شاء الله دايما بالتوفيق. شكرا. استمعنا واستمتعنا بكلمه الكابتن احمد حسن نجم منتخب مصر وعميد لاعبي العالم، والحديث عن الشباب والحديث عن دور الشباب والحديث عن دور مراكز الشباب، ان هي كان ليها دور كبير
مع كابتن احمد حسن شخصيا، محمد صلاح، مع تريزيجيه، مع كل النجوم في مصر. مش هتلاقي لاعب خرج من غير ما يكون لاعب في مركز الشباب. شكرا للأسطورة المصرية عميد لاعبي العالم الكابتن أحمد حسن اللي منور ومشرف نهائي دوري مراكز شباب توتال إنرجيز 2023-2024. والسادة الحضور لسه اليوم مكمل، ولسه الفقرات مكملة، ولسه التكريمات هتحصل، ولسه الإثارة والمتعة برضو منتظرة. بس بعد كلمة الكابتن أحمد حسن الملهمة واللي فيها الكثير من الرسائل المعبرة عن النجاحات وعن الطموح وعن الرغبة وعن القتال عشان الواحد يوصل لهدفه، مهمة جدا ومؤثرة جدا. عموما الكرة طبعا فيها ترقيص، بس الرأس اللي جاي هو الرأس اللي بجد. النجم اللي معانا قدر بأغانيه وألحانه وكلماته إنه يوصل الفرحة الخاصة بيه في كل الأحداث. النجم اللي معانا قدر يبقى اسم أساسي في كل أجواء الاحتفالات وأجواء الإيجابية اللي بتنتشر ما بين الناس. النجم اللي معانا دايما بيحب يفكرك بإنك أنت الممكن، وإنك برضو دايما ضد الكسر لأنك مصري. رحبوا معانا بالفنان الحلو وبس محمود العسالي. تعالوا بقى جميعا نستمع لنجم الأغنية محمود العسالي. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت. لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر فيه ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ورهنوا عليك تخسروا وكسبت. بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. انا ابن مصر، انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم. تلعبني ألعبها وبواجه الدنيا وبغلب، وتشكك وأنا واثق فيا، واللحظة الصعبة بعديها فرق ومليش ملكة. لو حتى السكة ماهيش سالكة، أستاذ في الشدة وبتعامل بسايسها وبقدر أمشيها.
انا سايق منكبي والكرة في ملعبي انا قدك يا حياة مهما تركبي انا ماشي بسكتي مهما هتلخبطي انا عارف قوتي فبرحتك خبطي انا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن انا حركي ما بغلبش تتعبني الدنيا ما بتعبش انا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن متمسك بالممكن ده العطر بيجري وما يوقفش تضرب تقلب عادي تتشقلب تتسد وصادي والدنيا هاتي الويلي بوزها على مين ده انا مالك الحتة دي لا بسلم ولا طاطي مين يقدر يوم على احباطي انا زي الموج ماليش كتالوج وكلمة لا مش في حياتي انا سايق مركبي والكرة في ملعبي انا قدك يا حياة مهما تكركبي انا ماشي بسكتي مهما هتلخبطي انا عارف قوتي فبرحتي تخبطي انا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن انا حركي ما بغلبش تتعبني الدنيا ما بتعبش انا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن متمسك بالممكن ده انا قطر بيجري وما يوقفش انا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن متمسك بالممكن ده انا قطر بيجري وما يقفش لفت دماغي لفت بقيت ماشي حبيبي بتلفت همومي خفت همومي خفت وايدي جت في ايديك فدفت لفت لفت دماغي لفت بقيت ماشي حبيبي بتلفت همومي خفت همومي خفت وايدي جت في ايديك فدفت لفت في انهيار وفي زهر بالليل قلبي اتغفل تغفيلة عقلي طار رامي نفسه في نار وبقى طار ده بقى طار في انهيار وفي زهر بالليل قلبي اتغفل تغفيلة باختصار يا ما شاء الله عليك جبار
السما ده اللي زيك بيجي مرة كل ميت سنة من نظرة رحت فيها وانتي برضو مش هنا يا ويلي أنا كل حاجة نفسي فيها في العيون دي شفتها كل حاجة جميلة انتي أجمل منها أكتر واحدة في حياتي أحس بيها وأحبها يا روحي أنا بالي مشغول بحالة ازاي احقق الحلم لحالي ماشي في الرحلة لوحدي بكتب الفيلم صعبة سهلة مش فرقة اسيا دنيا فينا حرقة كل يوم زنقة عركة مش بالعزم مش بالبركة مش بعيدة مشاورنا تقضى مفيش حاجة صعبة لعبة لو خفنا مهما عدى صيف وشتا ده مجالنا اتسألنا مش كفاية كده قلنا لأ لأ بنقول يا هادي بنرمي في شبكنا شبكنا في عقل كام واحد بكلامنا مش مغلوبين على حالنا ولا غيرنا حيسرق احلامنا واحلامنا مهما تاهت عنا هيجي يوم يوم ونحققها بالي مشغول بحاجة واحدة وبقراتنا لسه مكملة وهنوصل كمان دقايق
للتكريمات ومراسم التتويج. جاهزين؟ صباح جديد يطيب يتخيبي عالسكك جلي فنعيد ونزيد ونسيب خروجات وتفوت مواعيد نسهر نتمر عشان نوصل لبعيد تحت الارض هتلاقي نبض هتلاقي ناس تنسى الملاعب طول وعرض عندنا نجوم كتيره احسن من الغرب موهبه موجوده بس فين العرض صاحب الطموح مش بس فلوس في ناس لعب ظهرها ولسه بتروح لبعيد باحلامها ومش ناويه رجوع عايزين نوصل صوتنا يبقى مسموع ونلف ندور ونشب نطول ونعدي الصوره قالوا مش معقول قلنا معقول شوفوا كم مجهول ودقوا بتاني يوم مشهور معروف في الكون علشان موهوب راجل وصبور بالي مشغول بحاجة واحدة ازاي حقق الحلم لحالي ماشي في الرحلة لوحدي بكتب الفيلم صعبة سهلة مش فارقة اسيا دنيا فينا حرقة كل يوم زنقة عركة ماشي بالعزم مش بالبركة صباح جديد يطيب يتخيبي عالسكك جلي فنعيد ونزيد ونسيب خروجات وتفوت مواعيد نسهر نتمر عشان نوصل لبعيد تحت الارض هتلاقي نبض هتلاقي ناس تنسى الملاعب طول وعرض عندنا نجوم كتيره احسن من الغرب موهبه موجوده بس فين العرض صاحب الطموح مش بس فلوس في ناس لعب ظهرها ولسه بتروح لبعيد باحلامها ومش ناويه رجوع عايزين نوصل صوتنا يبقى مسموع ونلف ندور ونشب نطول ونعدي الصوره قالوا مش معقول قلنا معقول شوفوا كم مجهول ودقوا بتاني يوم مشهور معروف في الكون علشان موهوب راجل وصبور بالي مشغول بحاجة واحدة ازاي حقق الحلم لحالي ماشي في الرحلة لوحدي بكتب الفيلم صعبة سهلة مش فارقة اسيا دنيا فينا حرقة كل يوم زنقة عركة ماشي بالعزم مش بالبركة صباح جديد يطيب يتخيبي عالسكك جلي فنعيد ونزيد ونسيب خروجات وتفوت مواعيد نسهر نتمر عشان نوصل لبعيد تحت الارض هتلاقي نبض هتلاقي ناس تنسى الملاعب طول وعرض عندنا نجوم كتيره احسن من الغرب موهبه موجوده بس فين العرض صاحب الطموح مش بس فلوس في ناس لعب ظهرها ولسه بتروح لبعيد باحلامها ومش ناويه رجوع عايزين نوصل صوتنا يبقى مسموع ونلف ندور ونشب نطول ونعدي الصوره قالوا مش معقول قلنا معقول شوفوا كم مجهول ودقوا بتاني يوم مشهور معروف في الكون علشان موهوب راجل وصبور بالي مشغول بحاجة واحدة ازاي حقق الحلم لحالي ماشي في الرحلة لوحدي بكتب الفيلم صعبة سهلة مش فارقة اسيا دنيا فينا حرقة كل يوم زنقة عركة ماشي بالعزم مش بالبركة صباح جديد يطيب يتخيبي عالسكك جلي فنعيد ونزيد ونسيب خروجات وتفوت مواعيد نسهر نتمر عشان نوصل أصدقاء المشاهدين لسه مستمرين في تغطية هذه الأجواء الرائعة من دوري مراكز الشباب ونهائي دوري مراكز الشباب وفي انتظار مراسم التتويج بهذه البطولة وتسليم الميداليات ودرع الدوري بالنسبة لمنتخب الأليوبي. وصلنا للمرحلة الأخيرة من يومنا وهي المرحلة اللي من وقت ما بدأ موسم دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز 23-24 من شهور طويلة في نسخته العشرة والكل كان مستنيها النهاردة على المنصة هتكون المرحلة الأخيرة من اليوم
ومن الموسم بشكل عام مرحلة التكريمات على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. بس أنا عايز أقول لكم إن أنتم منورين الدنيا، أنتم مبسوطين ولا إيه النظام؟ أنتوا تعبتوا ولا إيه؟ لا نصحى بقى شوية عشان الناس عايزة شوية احتفالات على المنصة. يلا بينا دلوقتي إلى مرحلة التتويج، المرحلة الأخيرة من النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز 2023-2024. رحبوا معايا ونحن ندعو معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والسادة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس أيمن محمد إبراهيم محافظ الأليوبية والدكتور محمد هاني جمال الدين محافظ بني سويف والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز شباب مصر والسيد توماس شتراوس المدير العام لشركة توتال إنرجيز للتسويق والأستاذة رشا جلال مدير إدارة التسويق وخدمة العملاء بشركة توتال إنرجيز والكابتن أحمد حسن نجم وقائد منتخب مصر السابق، فليتفضلوا معا جميعا على المنصة لبدء مراسم التتويج في يوم ختام دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز في النسخة العاشرة، فليتفضلوا جميعا بالحضور إلى المنصة. طريقهم إلى هنا إلى منصة التتويج، اللحظات القادمة ستشهد توزيع الجوائز الفردية، جائزة أفضل لاعب في البطولة، جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، جائزة هداف البطولة، وجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، إلى جانب تكريم الفرق الأربعة اللي وصلت للمربع الذهبي وصولاً إلى البطل الأليوبية المتوج منذ قليل مع تكريم الوصيف بني سويف وأصحاب المركز الثالث والرابع. مستعدين للجوائز؟ شكراً. الآن وصل الضيوف الكرام كبار الزوار لبدء مراسم التتويج، يتقدمهم معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والسادة المحافظون الدكتور محمد هاني جمال الدين الدكتور إبراهيم صابر المهندس أيمن محمد إبراهيم والسيد توماس شتراوس والأستاذة رشا جلال والكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم.
إذن عودة من جديد أصدقائي المشاهدين واللحظة المنتظرة في الرقصة الأخيرة ومراسم التتويج الخاصة بالنسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب وفوز منتخب الأليوبية على منتخب بني سويف 4-3 بركلات الحظ الترجيحية. هيكون هناك أهلا وسهلا بكل كبار الزوار والضيوف تسليم جوائز. أهلا وسهلا بحضراتكم على المنصة لأفضل لاعب في البطولة، متحمسين جدا لتسليمكم للجوائز، أفضل لاعب في المباراة النهائية، أفضل حارس مرمى، ثم تتويج واستلام الميداليات بالنسبة للمركز الثاني بني سويف، المركز الثالث وهو الوادي الجديد، المركز الرابع وهو منتخب الإسماعيلية، ثم الفوز بقى بالنسبة لمنتخب الأليوبية وتسليمه درع دوري مراكز الشباب. السادة الحضور، تبدأ الآن مراسم التكريم والجوائز المختلفة، والبداية نشوف مراسم التتويج زي ما قلت لحضراتكم، والبداية أفضل بتكريم طاقم الحكام في المباراة النهائية لنهائي دوري مراكز الشباب بقيادة الحكم الدولي الكابتن محمود البنا. هنبدأ الأول بتكريم طاقم التحكيم، كابتن محمود البنا، كابتن أحمد حسام طه، كابتن يوسف البساطي، وكابتن محمد يوسف، حكام المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب اللي جمعت منتخب الأليوبية بمنتخب بني سويف. معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف. شكرا لطاقم الحكام الدولي الكبير اللي مشرف مصر دايما في المناسبات الدولية الكبرى، ومستر ستراوتش من الشركة الراعية للبطولة. تعالوا مع بعض ننتقل إلى الجوائز الفردية. نروح بقى للجوائز الفردية. على مدار شهور كانت هي مدة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب، شوف مين أفضل لاعب في البطولة. جائزة هداف البطولة تذهب إلى محمد رضا من منتخب الأليوبية. ألف مبروك يا محمد. توج بجائزة هداف البطولة. محمد رضا فضل بجواري هنا قبل ما تستلم جائزتك. طبعا محمد رضا النهاردة يوم كبير بالنسبة له، هو متوج كفريق ومتوج كهداف البطولة كمان. ودلوقتي إلى جائزة أفضل حارس مرمى في النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز، وأفضل حارس مرمى هو كريم ياسر عبد النبي من منتخب بني سويف. في المباراة النهائية اللي اتلعبت النهاردة ما بين منتخب بني سويف ومنتخب الأليوبية، وأفضل لاعب في المباراة كانت من نصيب محمد عبد الرحمن قرعة من منتخب بني سويف.
الحضور ننتقل الآن إلى توزيع التكريمات على الفرق الأربعة اللي وصلت للمربع الذهبي، والبداية مع المركز الرابع. منتخب محافظة الإسماعيلية يمثله الأستاذ إيهاب صلاح، والفائز بجائزة المركز الرابع 50,000 جنيه. مبروك لمنتخب محافظة الإسماعيلية المركز الرابع وجائزة المركز الرابع والصور التذكارية. شكراً يا فندم، ألف مبروك وبالتوفيق للإسماعيلية دايماً حبيبتنا. أما المركز الثالث فحصل عليه منتخب محافظة الوادي الجديد، ويتسلمها الأستاذ بهاء شوقي بقيمة 100,000 جنيه. الوادي الجديد مبروك المركز الثالث في مسابقة دوري مراكز الشباب توتال انرجي 23-24 بعد التقاط الصور. شكرا جزيلا، تفضل يا فندم. يلا بينا الى الفقرة قبل الاخيرة، وهي المركز الثاني اللي حصل عليه النهاردة منتخب بني سويف. فليتفضل منتخب بني سويف لالتقاط الصور والحصول على ميداليات المركز الثاني. منتخب بني سويف، تحية كبيرة قوي لبني سويف. تتويج ومراسم التتويج أصدقائي المشاهدين والمتابعين في النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب، أصحاب الميدالية الفضية. المركز الثاني منتخب بني سويف أصحاب الميدالية الفضية، ابتسامات جميلة على وجوههم، رحلة ممتعة. قدموا مباراة كبيرة اليوم أمام منتخب الأليوبية، والخسارة كانت بركلات الحظ الترجيحية 4-3. الحصول على المركز الثاني والقيمة المالية 150,000 جنيه. محمد رضا هو هداف البطولة من منتخب الأليوبية، كريم ياسر أفضل حارس مرمى في البطولة من بني سويف، أفضل لاعب في المباراة النهائية هو عبد الرحمن محمد صاحب الهدف الأول وأسست الهدف الثاني. أحسنتم يا رجال، منتخب بني سويف. هذه هي اللحظات المنتظرة بشكل ممتاز طول البطولة، طوال البطولة. درجات الترجيح ما وقفتش معاه النهاردة، لكنه استحق كل التحية والتقدير على التواجد على المنصة. مباراة كبيرة في استاد القاهرة، الوادي الجديد والحصول على المركز الثالث، منتخب الإسماعيلية والحصول على المركز الرابع. الفريقين النهارده سريعا الى التقاط الصوره، صوره المركز الثاني، ومنها ننتقل اللحظه القادمه والمنتظره هي لتتويج منتخب المرحله الاخيره الأليوبيه. المتوج بالمركز الاول اللي هيستلم الميداليات الذهبيه صاحب المركز الاول زي ما انتوا عارفين، والميداليات الذهبية زي كل سنة من خلال دوري مراكز الشباب بيطلع نجم هو أفضل لاعب في الدوري ككل. الكل ينتظر إلى فترة معايشة في أوروبا لمدة أفضل أسبوعين. لاعب في البطولة، وزي ما السنة اللي فاتت محمد عاطف هو اللي نال اللقب، لقب أفضل لاعب في الدوري، ومنه إلى فترة معايشة في فرنسا. هنشوف مين هيكون افضل لاعب في البطوله. النادي عندنا ثلاث مرشحين هيروح معايشه افضل لاعب في البطوله في احد الانديه الفرنسيه، والاسماء المرشحه هي
الأسماء المرشحة: عبد الرحمن محمد، عبد الرحمن السادات من محافظة الإسماعيلية، حسين وافي حسن من محافظة القليوبية، وعبد الرحمن محمد عبد الله من محافظة بني سويف في دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز 2024. ويلا نعيش لحظات الإثارة، لأن المتوج بالجائزة في نسخة 23-24، النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز 23-24، هو حسين وافي حسن من محافظة القليوبية، أفضل لاعب في دوري مراكز الشباب. حسين وافي حسن هو أفضل لاعب في البطولة، اللاعب رقم 10 من محافظة القليوبية، اللي قلت لحضراتكم أثناء تعليقي على المباراة من أفضل لاعبي البطولة ومرشح لجائزة أفضل لاعب في البطولة. تحية للمدرب والنجم الكبير الكابتن رمضان السيد. حسين وافي سلم الآن لقب أفضل لاعب، هيتواجد فترة معايشة مع أحد الأندية الفرنسية في النسخة العاشرة من مدير العام ومن المحافظين ومن معالي الوزير ومن نجم الكرة المصرية والقائد الكابتن أحمد حسن. هي لحظات لا تنسى، ينطلق لتبدأ في تاريخ مراسم تتويج البطل دوري مراكز الشباب، بطل دوري مراكز الشباب 23-24. مبروك لمنتخب القليوبية بطل هذه النسخة، النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب. الكابتن رمضان السيد، رحلة نجاح 7 مباريات متتالية من الانتصارات، ختمها بفوز في النهائي النهاردة على منتخب بني سويف. الكابتن رمضان السيد نجم الكرة المصرية، مبروك. كابتن رمضان السيد صعد إلى المنصة، المدير الفني كابتن عادل حمود المدرب، كابتن محمد نوفا المساعد المدرب، كابتن عمر حسن مدرب حراس المرمى، وتتويج اللاعبين. وزي ما قلت لحضراتكم هذه هي اللحظة المنتظرة، هذه هي الرقصة الأخيرة، هذه هي اللحظة التي ينتظرها الكثير في التتويج بهذه البطولة في دوري مراكز الشباب. بداية من حازم خالد لعمر عيسى لإسلام أشرف لعبدالله الشعراوي لمحمد عمر لحازم الحفناوي لشريف سابق لحسين وفيق لعلاء عصام لمحمد رضا لعبدالله إبراهيم، مرورا بمحمود نعيم لأحمد طارق لمحمد يوسف لغنيمي أحمد لأحمد ممدوح لعمر رأفت لأحمد زين العابدين لأحمد نبوي لمحمود عادل، كلهم أبطال المركز الأول. دكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور محمود الصبروت أيضا محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية. نبارك لكل شخص وكل فرد في هذه المنظومة. فريق القليوبية يتجمع على يساري، والآن والتقاط تسليم الصور التذكارية، النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز 23-24. ودرع الدوري هيستلمه الكابتن حسين وفي، هو أفضل لاعب في البطولة، الدكتور أشرف صبحي هيسلمه. ألف مبروك معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الشباب والرياضة يمنح الدرع إلى رجل البطولة وإلى فريق القليوبية المتوج بالنسخة العاشرة، لينطلق الآن الدرع إلى الفريق اللي توج فيه مع تسليم السادة المسؤولين الكبار. مبروك لمنتخب القليوبية، هي دي كرة القدم تشعر معها أوقات بالفرحة والسعادة وأوقات تتذوق منها طعم المرارة والخسارة. لا أحد في المباريات النهائية يخرج مبتسما، الفائز يخرج باكيا من شدة الفرح، والخاسر يخرج بالدموع حزنا وأسفا على هذه المشاهد وهذه الأفراح وهذه اللقطات المعتادة بعد الفوز بالبطولات وتحقيق الإنجازات. تبدأ الفرحة هنا في استاد القاهرة، وأعتقد أنها ستستمر حتى وصول الفريق إلى محافظة القليوبية لاستكمال ما بدأوه من احتفالات وفرحة. أصدقاء المشاهدين والمتابعين في كل مكان في أنحاء الوطن العربي وجمهورية مصر العربية، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا بهذه المباراة، وأتمنى من الله تعالى أن أكون قد وفقت في التعليق على هذه المباراة النهائية.
النهائية من النسخة العاشرة لدوري مراكز الشباب. على الخير بدأنا وبالخير ننهي ونلتقي دائما بكل خير. لكم مني كل التحية والتقدير، المعلق الرياضي هشام فرحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوري مراكز الشباب تدائر كتير احسن من غيرها، مش هننساها ابدا. بس فين العرض صح؟ الروح الرياضيه والمواهب. في ناس لعب شكرا لكل المساهمين والمشاركين. مش ناوي ارجع لنجاح النسخه العاشره والنسخ السابقه، ونشب انتول ونعدي السرعه. شكرا لمعالي الوزيره الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. كان يوم مشهور معروف للكل علشان موهوب راجل وصبور. شكرا لفريق عمل ثاني واحدة، فريق عمل الإدارة على الدعم الكبير وعلى كل الجهود اللي بيقوموا بيها. شكرا لكل الحضور النهاردة. انتهت النسخة العاشرة ونلتقي في النسخة القادمة. إلى اللقاء. صباح جديد نصيب يا تخيبي عالسكة تجلي، فنعيد ونزيد ونسيب خروجات وتفوت مواعيد، نسهر نتمرن عشان نوصل لبعيد.